الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى صحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب صحيح الإمام البخاري للإمام الحافظ الحجة أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن برجزبة البخاري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين، آمين. بقية الأبواب الواردة في كتاب الفتن، باب. وطالما جاء بباب بلا عنوان، معناه أنه متعلق بالأحاديث والأبواب السابقة، بالباب السابق مباشرة. ولماذا فصل بباب؟ حتى يجعل هذا الحديث بدلا من أن يكون متابعا من المتابعات، يجعله شاهدا. وأنا شك أن الحديث الشاهد اللي هو في أول الباب كله صحيح، لكن يكون أصح، فهو بيرفع قدر الحديث من المتابع إلى الشاهد. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام البخاري في صحيحه، قال: حدثنا أبو نعيم اللي هو الفضل بن دكين، قال: حدثنا ابن أبي غنية عن الحكم عن أبي وائل، قام عمار على منبر الكوفة فذكر عائشة وذكر مسيرها وقال إنها زوجة نبيكم صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، ولكنها مما ابتليتم. وإحنا شرحنا هذا الموضوع في آخر المجلس السابق، إن سيدنا عمار بن ياسر أرسله سيدنا علي بن أبي طالب عندما سمع بخروج مجموعة كبيرة مع السيدة عائشة من مكة متوجهين إلى البصرة، حتى يطالبوه بإخراج قتلة عثمان، وانضم إليها سيدنا الزبير وطلحة. وفي طول الطريق وهي ماشية سيدتنا عائشة بقى، لأن سيدتنا عائشة فهمت القضية خطأ، لأنها كانت في الحج وقتل عثمان، وكانت هي في الحج لم تكن في المدينة، وبويع سيدنا علي وكل شيء، وكانت سيدتنا عائشة في مكة، ما زالت لم تعود من الحج. فأخبروها أن سيدنا علي بويع بالخلافة، وأنه لم يسارع بإخراج قتلة عثمان، وإحنا عايزينك تبقي معانا عشان ما نخرج إليه، لا لنقاتله بل لنأمره أن يخرج قتلة عثمان. الطريق السفر لما سيدنا علي عرف أن هم متوجهين إليه في المدينة، خرج إلى العراق حتى لا يكون هناك، لأن المدينة كانت محاصرة بالجيوش اللي قتلت سيدنا عثمان، فأراد أن يفرج عن حال المدينة، فذهب إلى جهة العراق. فهم لما عرفوا توجهوا أيضا إلى جهة العراق ليقابلوه هناك. طول ما هم ماشيين انضم إليها كثير من القبائل اللي بينها وبين سيدنا علي طار قديم، لأن سيدنا علي قاتل صناديد الكفار في كل القبائل في أيام الغزوات مع النبي، والعرب ما بتنساش الطار، فما صدقوا فرصة يخرجوا الضغينة القديمة اللي هي على سيدنا علي، لأنه كان قتل معظم صناديد الكفار وهم كانوا زعماء هذه القبائل اللي في الطريق، فانضموا فبقى جيش كبير على ما وصل هناك. سيدنا علي بن أبي طالب لما عرف إنه صاروا جيشا وإنه جاءهم الغوغاء بقى، يريد أن يجعلوها حربا وليست مناقشة، فأرسل سيدنا عمار علشان يستنفر أهل الكوفة إليه حتى لا ينقادوا إلى جيش الجمل اللي هو مع سيدتنا عائشة. فسيدنا عمار وقف وخطب لهم هذه الخطبة، وكان من بينها قال: إنها زوجة نبيكم صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، يعني لا تعيبوا عليها لأنها زوجة نبيكم، ولكنها مما ابتليتم، يعني ابتليتم بها في مخالفة الإمام المعتمد اللي هو سيدنا علي، فهم؟ وده برضو يدلك على أن مهما حصل خلاف إلا أنهم كانوا مؤدبين لا يعيبون في بعضهم البعض. وعن أبي قال: حدثنا
بدل بن المحبر قال حدثنا شعبة قال أخبرني عمرو قال سمعت أبا وائل يقول دخل أبو موسى وأبو مسعود على عمار. أبو موسى الأشعري وأبو مسعود عقبة بن عامر البدري الاثنين كانوا ممن امتنعوا عن مناصرة أي فريق من الفرق لأنهم يخافوا أن يقاتلوا مسلمين، دي اجتهادهم كده. فدخلوا على عمار حيث بعثه علي إلى أهل الكوفة يستنفرهم، يعني يطلب أن يخرجوا معه لينصروا بدلا من أن يخرجوا ضده. فقال ما رأيناك، بيقول سيدنا عمار ما رأيناك أتيت أمرا أكره عندنا من إسراعك في هذا الأمر منذ أسلمت. إسراعك في إيه؟ في مناصرة علي يعني، وإيه ومعاداة غيره من المسلمين. فقال عمار ما رأيت منكما منذ أسلمتما أمرا أكره عندي من إبطائكما عن هذا الأمر، يعني وأنا عندي أكره شيء عندي أرى فيكم إن كنتم أبطأتم عن مناصرة الإمام المنعقد له البيعة، فأنتم خرجتم عن إجماع المسلمين بهذه الطريقة، لأن ربنا بيقول وقاتلوا التي تبغي، فأنتم كده خالفتم القرآن بجلوسكم، خالفتم القرآن. القرآن أمر الإمام أن يقاتل التي تبغي وأنتم امتنعتم عن مناصرة الإمام فأنتم المخالفون. فهم؟ ده كلام سيدنا عمار ليه. فقال عمار ما رأيت منكما منذ أسلمتما أمرا أكره عندي من إبطائكما عن هذا الأمر. كل مجتهد كان يرى نفسه أنه مصيب. فهم؟ الصحابة لما حصلت الفتنة دي كل واحد اجتهد وخد رأي في ذهنه كيف يتفاعل معه، وكل مجتهد في ظنه أنه رأيه مصيب. فهمت؟ وكساهما حلة حلة. أبو مسعود البدري كان غني شوي، سيدنا عمار جاي عايز يكلم الناس ويحدى صلاة الجمعة بزي القتال وزي السفر، فزي مش مناسب لصلاة الجمعة، فقام اداله حله كده جميله هديه. فسيدنا ابو موسى الاشعري قاعد معاه، فمش معقول يدي العمار ويسيب ابو موسى، فادى ليه ده حله وده حله، كان يعني ايه هو ايه كان واسع الايه الاموال يعني والضياع. وكساهما حله حله عشان يروحوا بيها لصلاه الجمعه يعني. ثم راحوا الى المسجد. وعنه به قال حدثنا عبدان عن ابي حمزه عن الأعمش عن شقيق بن سلمة قال كنت جالسا مع أبي مسعود لو عقبة بن عامر وأبي موسى الأشعري لو عبد الله بن قيس وعمار هو بن ياسر. فقال أبو مسعود ما من أصحابك أحد إلا لو شئت لقلت فيه غيرك، يعني ما فيش واحد من أصحابك يا عمار إلا وفي نقاط ضعف أنا ممكن أذكرها فيه، إلا أنت يا عمار ما فيكش ولا نقطة ضعف. لو شئت لقلت فيه، يعني ما ينقصه غيرك إلا أنت. وما رأيت منك شيئا منذ صحبت النبي صلى الله عليه وسلم أعيب عندي من استسراعك في هذا الأمر، اللي هو أمر إيه؟ نصرة سيدنا علي، لأن هم كانوا يخافوا من رفع السلاح على المسلمين، ما تعودوش ايام النبي كان يرفع السلاح على الكافر بس، ما ظهرش ايه البغي الا في عصر سيدنا علي، فده امر جديد بقوا محتارين. فهم؟ قال عمار يا ابا مسعود وما رايت منك ولا من صاحبك هذا شيئا منذ صحبتما النبي اعيب صلى الله عليه وسلم اعيب عندي من ابطائكما في هذا الامر، اللي هي مخالفة الإمام وعدم إيه مساعدتي في قتال أهل البغي. فقال أبو مسعود وكان موسرا يعني غنيا يا غلام هات حلتين فأعطى إحداهما أبا موسى والأخرى عمارا وقال روحا فيه إلى الجمعة، يعني البسوا الحلل الجديدة دي لصلاة الجمعة. باب
إذا أنزل الله بقوم عذابا وعن أبي قال حدثنا عبد الله بن عثمان قال أخبرنا عبد الله عبد الله بن عثمان اللي هو مشهور بعبدان المروزي يروي عن عبد الله بن المبارك المروزي أيضا نسبة لمروي قال أخبرنا يونس اللي هو ابن يزيد الأيلي نسبة لإيلات عن الزهري اللي هو محمد بن مسلم بن شهاب الزهري من كبار التابعين قال أخبرني حمزة بن عبد الله بن عمر أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أنزل الله بقوم عذابا يعني عقوبة لهم بسبب سوء أعمالهم أصاب العذاب من كان فيهم على أعمالهم ثم بعثوا على أعمالهم يعني ينزل العذاب يعم الكل كويس فالكل يموت الظالم والمظلوم والصالح والمعطوب وكله وفي القيامة ربنا بقى إيه يبعثهم على نيتهم فالصالح في نيته الصالحة والطالح على نيته الطالحة فهم؟ يعني معناه إنك أنت إيه الأفضل لما تجد إن عم الظلم وأنت ترفضه اهجر المكان إلى مكان آخر حتى لو نزل العذاب لا يصيبك معهم فهمت بقى إزاي؟ دي معنى إيه الكلام إن هم كانوا يروا ذلك وجوب الهجرة من دار الظالمين مخافة أن يصيبك العذاب وأنت لست منهم لأن واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة بل تعم باب قول النبي صلى الله عليه وسلم للحسن ابن علي عليه السلام إن ابني هذا لسيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين بعد مقتل سيدنا علي بن أبي طالب بويع سيدنا الحسن بالخلافة وكان من مبايعيه أعداد ضخمة جدا من الجيوش أضعاف ما كان مع معاوية كويس وكان النصر على وشك له إلا أن سيدنا الحسن كان يريد أن يشترط على معاوية بعض الشروط ويترك له إيه؟ أمر سياسة الناس حتى ينهي ما حدث لأن طبعا توقعت الجمل دي اللي احنا بنتكلم فيها مات فيها حوالي 12,000 صحابة 12,000 يعني مقتلة عظيمة فكادوا الناس ينتهوا غير بقى مقتلة الخوارج في النهروان في الحرورية فسيدنا الحسن أبطن في قلبه بعدما بويع بالخلافة لمدة 6 أشهر أنه في أول لقاء له مع جيوش معاوية أنه يشترط عليه بس من مركز القوة لأنه هو كاد أن ينتصر يشترط عليه بعض الشروط على أن تكون الأمر شورى للمسلمين بعده أنه يأخذ يحكمه المسلمين على أن يتركه شورى بعده للمسلمين وأن يعطيه مبالغ معينة كل سنة لأن سيدنا الحسن كان تأتيه كل قبائل العرب فتريد العطاء منهم فهو لا يستطيع أن يستوعبهم فاشترط عليه أنه يعطيه أموال حتى ينفق على قبائل العرب التي تلجأ إليه كويس وأن يعود إلى المدينة ولا يتعرض له أحد واخد بالك عدة شروط يعني لكن الجيش اللي كان مع سيدنا الحسن ما كانش موافق على ان سيدنا الحسن يتنازل لانه قدامهم النصر خلاص كان لدرجة ان كانوا ايه كانوا يقولوا له بعدما تنازل يا عار المسلمين جنده نفسه اللي كانوا معاه يقولوا له يا عار المسلمين فقال النار ولا العار النار ولا العار نار الفرقة ونار تحمل دماء المسلمين عندي أشد من نار العار وهو أننا أتنازل في صورة المنهزم في حين أنه كان منتصرا يعني كأنه عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم قال عليه ابني هذا سيد لأنه سيد يعني إيه يعني غالب نفسه لأن نفس الإنسان تستشرف المناصب العليا خصوصا أنها هو مستحقها ومعه القوة التي تلزمهم بها وبالرغم من ذلك تنازل عن كل هذا حتى أتباعه اللي معاه مستشاريه مش موافقين على رأيه
ورغم كده برضه هو لم يثنيه هذا ايه، فالنبي صلى الله عليه وسلم استشرف في ابنه وهو صغير انه هيقف هذا الموقف بعدها بسنوات طويله ويكون سبب لايقاف نزف دماء المسلمين. وعن ابي قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا اسرائيل ابو موسى ولقيته بالكوفه جاء الى ابن شبرمه فقال ادخلني على عيسى فاعظه. عيسى بن موسى ده اخو جعفر المنصور، عارف انتوا ابو جعفر المنصور اللي هو انشا الخلافه العباسيه، كان يقولوا عليه السفاح لانه قتل معظم الامويين وانشا بقى الخلافه العباسيه. واخوه علي اخوه عيسى ده عيسى بن موسى ده يعتبر ابن اخوه، يعني كان ابو جعفر المنصور عمه، كان على الكوفه من قبله، يعني هو كان ماسك الكوفه وكان شديد القسوه والظلم، يعني اي حد يعارضه يذبحه على ما فيش عنده حاجه الا يذبح زي الحجاج ابن يوسف كده زمان قبلهم، فهمت؟ فبيقول لك هنا اسرائيل بن موسى بيقول لقيته بالكوفة جاء إلى ابن شبرمة فقال أدخلني على عيسى جاء إلى ابن شبرمة ابن شبرمة ده كان قاضي الكوفة اللي هو عليها ابن أخو أبي جعفر المنصور. فقال أدخلني على عيسى فأعظه، عشان عيسى كان ظالم في حكمه. فكأن ابن شبرمة خاف عليه، خاف على إسرائيل ابن موسى، لأن إسرائيل ابن موسى كان يغلظ النصح، فخاف هيخش على عيسى يشدد عليه النصح إن شاء الله مش خارج، يبقى هيتذبح جوه قبل ما يخرج، فهمت؟ فخاف عليه. فكأن ابن شبرمة خاف عليه فلم يفعل. قال اللي هو إسرائيل حدثنا الحسن قال لما سار الحسن بن علي رضي الله عنهما إلى معاوية بالكتائب، والكتائب جمع كتيبة وهي مجموع الجيوش، قال عمرو بن العاص لمعاوية أرى كتيبة لا تولي حتى تدبر أخراها، يعني أرى جيش شجاع قوي مع الحسن لا نستطيع أننا نواجهه. قال معاوية من لذراري المسلمين؟ طب نحن كده لو قابلناهم يبقى المقتلة هتبقى عظيمة وحيتيتم أبناء المسلمين، مين اللي هيربي أبناء المسلمين لو قتل هؤلاء وهؤلاء؟ قال معاوية يعني لعمر من لذراري المسلمين، يعني إذا قتل أباؤهم؟ فقال أنا، واختلف يعني هل اللي قايل أنا كده عمر يعني هو اللي حيربي ذراري المسلمين؟ فالرواية فيها نوع من يبدو إن فيها يعني كأنه قال أن فكتبها أنا، يعني أن لنا ممن يربي أولادهم، يعني بعد علينا هذا. لكن بعض الروايات اتكتبت أنا على إنها تبقى أن، كأن على سبيل الاستبعاد، مش هو اللي هيبقى مسؤول عن ذراري المسلمين، ما هو يمكن يقتل كمان، ما هو كان مع معاوية، فهمت؟ وبالتالي يعني يبدو ان في خطأ زي ما تقول يعني في الكتابة، يعني يسموه تصحيف. فقال عبد الله بن عامر وعبد الرحمن بن سمرة نلقاه فنقول له الصلح، يعني قالوا دول كانوا مع سيدنا، الاثنين دول كانوا مع معاوية بن أبي سفيان، بيقولوا احنا لما نلقى نعرض عليه الصلح،
نعرض عليه الصلح. فنقول له الصلح يعني نطلب له الصلح. قال الحسن والبصري: ولقد سمعت أبا بكرة قال بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب جاء الحسن، قالوا نعرض عليه الصبح الصلح ليه؟ لأن أنا سمعت الحسن البصري بيروي أن رسول الله لما شاف الحسن وهو صغير ويخطب قال ابني هذا سيد يصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين، فتوسموا أنه يقبل الصلح. فهمت بقى إزاي؟ بسبب الخبر ده. بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب جاء الحسن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين، اللي هي طائفة سيدنا الحسن وطائفة إيه؟ سيدنا معاوية. وعنه به قال: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال قال عمرو أخبرني محمد بن علي أن حرملة مولى أسامة، أسامة بن زيد بالرغم صداقته وحب لسيدنا علي إلا أنه ممن توقف عن القتال معه وضده، يعني لم يحمل السيف، كان مذهبه زي سيدنا عبد بن عمر. كويس؟ ليه؟ لأن أنتم فاكرين أسامة لما قتل الرجل بعدما قال أشهد أن لا إله إلا الله الرسول عنفه إزاي وقال له أتقتله بعد أن قالها أتقتله، فحلف سيدنا أسامة فيما بينه وبين نفسه ألا يحمل سيفا على مسلم أبدا ما دام حيا. فلما حصلت المشكلة دي كان سيدنا علي متصور أنه من أقرب الناس إليه نصرة له يبقى أسامة بن زيد. كويس؟ فكان سيدنا أسامة امتنع بسبب هذا. أن حرملة مولى أسامة أخبره قال عمرو: وقد رأيت حرملة. قال: أرسلني أسامة إلى علي بالكوفة. أسامة بن زيد سيدنا علي لما تولى الخلافة كان بيوزع العطاء بتاعه على الرعية، فسيدنا أسامة امتنع عن مناصرة سيدنا علي وأرسل خادمه حرملة لسيدنا علي عشان ياخد عطاء. سيدنا علي شاف أنه ما نصروش ملوش عطاء، مرش الديل. فهم؟ قال: أرسلني أسامة إلى علي وقال إنه سيسألك الآن فيقول ما خلف صاحبك، يعني عن وقعة إيه؟ عن مساعدة في وقعة الجمل وغيره وغيره. صاحبه اللي هو مين؟ سيدنا أسامة. فقل له، بيقول سيدنا أسامة بيقول له هيسألك يا حرملة علي لما توصل له هيقول لك إيه سبب إن صاحبك اللي هو أنا ما جيتش إيه أقاتل معه وأنصره. فقل له، بيلقنه الإجابة، يقول لك، يعني أسامة يقول لك: لو كنت في شدق الأسد لأحببت أن أكون معك فيه. لو كنت في فم أسد أنا أبقى معاك جواه، ولكن هذا أمر لم أره، يعني أمر إيه؟ رفع أسلحة على مسلمين، ده أنا ما شفتوش أيام النبي، واللي شفته إن النبي عنفني إن أنا أقتل واحد أو أرفع سيف عليه وهو يقول إيه؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولكن هذا لم أره فلم يعطني شيئا. فلما وصل لسيدنا علي وقال له الرد ده، سيدنا علي إيه؟ أهمله، ما ادالوش العطاء المعتاد. فذهبت إلى حسن وحسين وابن جعفر اللي هو عبد الله بن جعفر بن أبي طالب، فأوقروا إلي راحلتي، لأن دول أصدقاء أسامة بقى، تربوا معاه الحسن ده، تربى مع سيدنا أسامة، فراح لهم قال لهم: أبوكم ما ادانيش حاجة وأنا جاي من المدينة ومشوار، هرجع له كده من غير حاجة؟ فراحوا لموا له وإيه؟ وأوقروا له، يعني إيه؟ حملوا عليه حمل بعير هدايا لأسامة. فأوقروا لي راحلتي، يعني حملوها ما طاقت. باب: إذا قال عند قوم شيئا ثم خرج فقال بخلافه. يعني إيه؟ يعني لما تيجي توعد واحد بشيء وبعدين تخرج تغدر بيه تقول بخلافه.
وعن أبي قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع قال لما خلع أهل المدينة يزيد بن معاوية، يزيد بن معاوية لما تولى الخلافة إرثا بوصية من أبيه، كويس، راحوا مجموعة منهم عبد الله بن الغسيل ومجموعة من المدينة، فيزيد أعطاهم من المال الكثير والهدايا الكثيرة وبايعوه وعادوا إلى المدينة. فلما وصلوا المدينة ذكروا لأهل المدينة أنه سكير وأنه فأهل المدينة قالوا إيه، إحنا لا نبايع سكيرا ولا نبايعه، فخلعوا الطاعة عنهم، كويس، ليزيد بن معاوية. عبد الله بن عمر قاعد في المدينة، كان ممن بايع يزيد. ليه سيدنا عبد الله بن عمر؟ لأنه هو مش عايز نرجع للخلاف تاني بعد موت معاوية، إن طائفة تنصر مجموعة وطائفة تانية تنصر يزيد ويرجع نقاتل تاني، لأنه عاصر ما حدث أيام سيدنا علي وسيدنا عثمان. فسيدنا عبد الله بن عمر يعتبر إن الخلافة تنعقد بالغلبة، وهو خدها بالغلبة ومعاه انتهينا خلاص بقى، مش هنعمل نزاع، مش عايزين نزاع. فصار عبد الله بن عمر وبايع يزيد بن معاوية حقنا للدماء، مش عشان يزيد يستحق، علشان حقنا للدماء، كويس. فلما شاف ان المجموعة اللي من قريش اللي راحوا من المدينة وبايعوا يزيد ورجعوا قوموا اهل المدينة على يزيد، ان هم غدروا بيزيد، فهمت، فعنفهم سيدنا عبد الله بن عمر. قال لما خلع اهل المدينة يزيد بن معاوية جمع ابن عمر حشمه وولده، يعني جمع ولاده وحشمه مخافة ان هم ينقضوا عهد ابيهم ليزيد، لان عبد الله بن عمر بعت ليزيد ان انا ابايعك انا وخدمي واولادي، كويس. فلما شاع امر يزيد في المدينة وكل اهل المدينة مش عايزين يزيد، خاف ولاده وحشمه يخرجوا عن عن بيعتهم الاولى، فجمعهم، جمع ابن عمر حشمه وولده، فقال اني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة، وإن والغادر هو الذي لا يوفي ببيعته، وإن قد بايعنا هذا الرجل على بيع الله ورسوله، يقصد بهذا الرجل هو يزيد، وإني لا أعلم عذرا أعظم من أن يبايع رجل على بيع الله ورسوله ثم وإني لا أعلم، ما هو في روايات غدرا وفي رواية عذرا، روايتين للبخاري، الرواية اللي عندي عذرا وفي رواية تانية غدرا، ما يجراش حاجة، روايتين للبخاري، ولو عندك الطبعة اليونانية هتلاقي على الهامش كده إن في رواية غدرا ورواية عذرا، وإني لا أعلم عذرا أعظم من أن يبايع رجل على بيع الله ورسوله ثم ينصب له القتال، وإني لا أعلم أحدا منكم خلعه ولا بايع في هذا الأمر إلا كانت الفيصل بيني وبينه، ومش عايز أعرف واحد فيكم يخلع بيعته بعد ما بايعناه إلا ويبقى قطوعة فصولة بيني وبينه، لا أكلمه مدى الحياة. بيقول كده مين؟ لأولاده وحشمه. وطبعا يزيد لما عرف ان اهل المدينه رفعوا ربقه الطاعه عنه ارسل اليهم جيش بمسلم بن عقبه في وقعه شهيره اسمها وقعه الحره، واستحل استحل هذا الجيش المدينه 3 ايام وقتل اكثر من 10,000 من الصحابه ومن المهاجرين ومن النساء، حتى انهم اغتصبوا اكثر من 1,000 امراه، وجادت الفرس في مسجد النبي ومنعوا الصلاة في 3 أيام. يعني إيه؟ يعني عشان تعرف قبح البحث عن الدنيا ومناصب الدنيا يوصل الإنسان إلى كيف أنه ينتهك حرمات المسلمين بهذه الصورة. والرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن لا تقوم الساعة حتى تغزى المدينة، وحصل
يعني ايه هذه العلامة حصلت خلاص. وعن أبي قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو شهاب عن عوف عن أبي المنهال قال لما كان ابن زياد ومروان بالشام كل دول أمويين خد بالك. لما كان ابن زياد اللي هو ابن زياد ابن أبي سفيان الأموي ومروان هو ابن الحكم ابن أبي العاص الأموي ابن عم سيدنا عثمان بالشام كان زياد أمير في البصرة كويس. وبلغه وفاة ابن زياد كويس. فمروان جري علشان ياخد ايه الخلافة فهمت. قال لما كان ابن زياد ومروان بالشام ووثب ابن الزبير بمكة ووثب القراء بالبصرة يعني بعد وفاة ابن أبي سفيان اللي هو بعد يزيد كل واحد عايز ياخد الحكم فمروان راح الشام يلحق ياخد الحكم وعبد الله بن الزبير في مكة بويع بالخلافة والقراء اللي هم الخوارج كانوا يسموهم القراء في البصرة بايعوا فيما بينهم فأصبحت الأمة متفرقة. ووثب ابن الزبير اللي هو عبد الله ابن الزبير بمكة ووثب القراء بالبصرة اللي هم الخوارج فانطلقت مع أبي إلى أبي برزة الأسلمي حتى دخلنا عليه في داري وهو جالس في ظل علية يعني غرفة عالية علية له من قصب فجلسنا إليه فأنشأ أبي يستطعمه الحديث فقال يا أبا برزة ألا ترى ما وقع فيه الناس يعني من خلاف. فأول شيء سمعته تكلم به أني احتسبت عند الله أني أصبحت ساخطا على أحياء قريش إنكم يا معشر العرب كنتم على الحال الذي علمتم من الذلة والقلة والضلالة وإن الله أنقذكم بالإسلام وبمحمد صلى الله عليه وسلم حتى بلغ بكم ما ترون وهذه الدنيا التي أفسدت بينكم أن ذاك الذي بالشام يعني مروان بن الحكم والله إن يقاتل إلا على الدنيا يعني ما يقاتل إلا على أجل الدنيا والمنصب وإن هؤلاء الذين بين أظهركم اللي هم بيقولوا عليهم قراء خوارج يعني والله إن يقاتلون إلا على الدنيا وإن ذاك الذي بمكة يعني عبد الله بن الزبير والله إن يقاتل إلا على الدنيا يعني لما دخلت الدنيا في قلوب المسلمين بسبب الخلاف على من هو الذي يتولى أمر الناس فكل مجموعة صارت تنصر واحدا من بينهم فتفرقت كلمة المسلمين. وعن أبي قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة عن واصل الأحدب عن أبي وائل عن حذيفة بن اليمان أنه قال إن المنافقين اليوم شر منهم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يومئذ يسرون. حذيفة بن اليمان بيقول المنافقين أيام النبي كانوا أخف كانوا بيسروا الكفر منافقين الزمان ده رفعوا السلاح وعملوا جيوش وبيقتلوا دول أشر التانيين كانوا حاطين في قلبهم وساكتين دول عملوا جيوش ومسكوا السيوف وبيقتلوا المسلمين. إن المنافقين اليوم شر منهم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يومئذ يعني أيام النبي يسرون واليوم يجهرون يخرجوا على الأئمة ويقتلوهم ويجيشوا الجيوش. وعن أبي قال حدثنا خلاد ابن يحيى قال حدثنا مسعر عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي الشعثاء عن حذيفة قال إنما كان النفاق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأما اليوم فإنما هو الكفر بعد الإيمان لأن النبي يقول لا
لا ترتدوا بعدي كفارا يضرب بعضكم أعناق بعض. وهم بقوا ايه؟ جيوش تقف امام بعضها البعض وتقاتل بعضها البعض. فانما هو الكفر بعد الايمان. وعن ابي قال: باب لا تقوم الساعه حتى يغبط اهل القبور. يعني ياتي زمان من كثره الفتن تقول يا بخت اللي مات، يا بخت اللي مات، ايه اللي معيشنا احنا؟ فهمت؟ يعني تمر على القبور تحسدهم، يقوموا اهل القبور يقروا المعوذات لحسن يتحسدوا وتدب فيهم الحياه ويخرجوا يبقوا معانا، يبقى مقلب، مقلب وشربوه. فهمت؟ وعن ابي قال: يعني اهل القبور واحنا بنمر عليهم كده بيمسكوا الخشب، خايفين نحسدهم، خايفين نحسدهم من النعيم اللي هم فيه والراحه اللي هم فيه. فهمت؟ وعن ابي قال: حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعه حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني مكانه. وطبعا للرجل اللي في القبر هيقول له ايه ده بعدك. باب تغير الزمان حتى يعبدوا الاوثان، نسال الله السلامه، اللي هو ايه؟ بيبين النبي ان هيحصل رده بعد وفاته، وده حصل طبعا، وسيدنا ابي بكر واجهها. وعن ابي قال: حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال سعيد بن المسيب اخبرني ابو هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعه حتى تضطرب اليات نساء دوس على ذي الخلصه. وذو الخلصة طاغية دوس التي كانوا يعبدون في الجاهلية. يعني يرقصوا ستات ايه قبيلة دوس، يرقصوا حوالين الصنم، يعني يرجعوا يعبدوا تاني ايه الاصنام. وده حصل بعد ايه؟ في فترة الردة اللي قاتلهم من اجلها سيدنا ابي بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه. وعن ابي قال: حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله قال حدثني سليمان عن ثور عن ابي الغيث عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعه حتى يخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه. وقالوا ان القحطان ده كان هيبقى ايه؟ احد ايه من يظهر بعد المهدي ايام سيدنا عيسى بن مريم، سموه القحطاني، وهو احد الحكام الذين سوف يستعين بهم ايه؟ اما سيدنا عيسى او المهدي. يعني لسه ما ظهرش. باب خروج النار اللي هي من ارض الحجاز. وقال انس قال النبي صلى الله عليه وسلم: اول اشراط الساعه نار تحشر الناس من المشرق الى المغرب. ما هو بعد ما ينزل سيدنا عيسى ابن مريم ويقضي على اليهود ويقتل الدجال ويمكث 40 عاما ويموت، وبعدين يعيش المسلمون بعد ذلك في رخاء فترة من الزمن لا يعلمها إلا الله، يقوم إيه ربك سبحانه وتعالى في يوم من الأيام كده مصليين الفجر الناس كل حاجة وقاعدين يذكر ربنا، طالعين يلاقوا الشمس طلعت إيه من مغربها. فهمت؟ يبقى دي علامة إيه؟ انغلاق التوبة. انغلاق التوبة، مفيش حد يصلح ان يدخل في الاسلام تاني بقى، خلاص مفيش توبة. وبعد كده ضحى هذا اليوم الشمس طلعت من مغربها، تخرج الدابة تعلم الناس بقى، اللي تلاقيه مسلم تروح مسحة جبهته بخاتم سليمان فتترك عليه اثر ان هو ده مسلم مؤمن، والكافر تروح ضربه بعصا سيدنا موسى على جبهته فتترك فيه علامة، فيبقى الكافر فيه علامة والمسلم فيه علامة، ويعيش الناس بعد كده فترة من الزمان الشمس ترجع تاني تشرق من المشرق عادي، والناس تعيش تاني ويعملوا تجارة ويعملوا شركات ويسافروا ويتاجروا ويتجوزوا ويخلفوا فترة طويلة، ويتعامل الكافر مع المسلم بس بلا قتال، معاملات تجارية عادية. فهمت؟ لحد ما يجي يوم من الأيام ربنا يرسل ريح خفيفة تقبض روح كل مؤمن كويس، فكل المسلمين يموتوا ولا يبقى على الارض الا مين؟ الكفار. يفتحوا المصاحف وكتب العلم يلاقوها بيضة، ما يبقاش في حتى مصاحف. وبعدين يصلى ذي السويقتين الحبشي، يعني راجل حبشي
عنده ايه؟ عنده تقوس في رجليه. النبي سماه دي السويقتين الحبشي، قائد من القوار الكفار. ما هم الحبشه من زمان من ايام ابراهيم عايزين يهدوا الكعبه فما عرفوش، يقوموا بقى في الفتره دي تتحقق امنيتهم، يجي السويقتين ده يروح هادم الكعبه طراي على مكه. ما هو ما فيش حد بقى ايه تاشيرات دخول ولا خروج ولا بتاع ولا، خلاص المسلمين ماتوا فاهم. حد ما يوصل للكعبه يقلعها حجرا حجرا بجيش، ويبقى ما فيش كعبه، ويبقى الارض صافيه لمين؟ للكفار. هم دول اللي تقوم عليهم الساعه، فهمت بقى؟ هم دول اللي هتقوم عليهم الساعه. اول ما تبدا الساعه تبدا بنار تخرج من قعر عدن تحشر الناس الى المحشر، فهمت؟ مع زلازل بقى وبراكين والحاجات اللي ايه اللي ربنا ينجينا منها. عشان كده المسلم مش هتقوم عليه القيامه، تقوم على الكفار بس. اول اشراط الساعه يعني علامات قيامها يعني، نار تحشر الناس من المشرق الى المغرب. وعن ابي قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال سعيد بن المسيب اخبرني ابو هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعه حتى تخرج نار من ارض الحجاز تضيء اعناق الابل ببصرى. بعض العلماء قال لك ان النار دي حصلت ايه علامه بس دي قبل ايه، دي من ضمن الاشراط اللي بعدها تستمر الحياه كالعادي، غير بقى النار اللي ايه هتحشر الناس لايه للمحشر. قالوا ان النار دي حصلت ايه زمان يعني، فبيقول لك ظهرت بالمدينه في المئه السابعه يعني سنه 700 هجري كما ذكر الامام القسطلاني. انت عارف ارض الحجاز دي مليانه بترول من زمان، فهيحصل انفجار ويطلع نار تشتعل في ايه في بترول اللي بطن الارض، ويقول لك ارتفع النيران وظلت شهور النار مرتفعه درجه انها اضاءت لها بلاد بعيده. كل ده حصل من حوالي 800 سنه يعني، العلامه دي حصلت خلاص سنه 54 و600. وعن ابي قال حدثنا عبد الله بن سعيد الكندي قال حدثنا عقبه بن خالد قال حدثنا عبيد الله عن خبيب بن عبد الرحمن عن جده حفص بن عاصم عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك الفرات ان يحصر عن كنز من ذهب فمن حضره فلا ياخذ منه شيئا. نهر الفرات ده اللي موجود في العراق ينحسر يعني يجف، فيظهر في قاعه كميات كبيره من الذهب. فالرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لك لما تحصل كده وانت هناك في العراق اوعى تخش تتنافس على الذهب ده، لان هتحصل مقتله عظيمه فيه، فسيبهم هم يتنافسوا وروح انت ريح شويه لحد ما يقتلوا بعض ويستريحوا من الدنيا واللي فيها. يبقى ان يحصر عن كنز من ذهب فمن حضره فلا ياخذ منه شيئا. ليه؟ لان الاخذ يثير ايه؟ يزيد نار الفتنه والتنافس على الدنيا. قال عقبة وحدثنا عبيد الله قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله إلا أنه قال يحصر عن جبل من ذهب. باب. وعن أبي قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثنا معبد قال سمعت حارثة بن وهب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تصدقوا فسيأتي على الناس زمان يمشي بصدقته فلا يجد من يقبلها. اللي هو أيام سيدنا بقى عيسى بن مريم لما يكسر الغنى، يبقى إيه الواحد عنده أموال زكاة ينزل طول اليوم يدور على حد يقبلها ما يلاقيش. فالحقوا الوقت بقى وإيه والناس فقراء، أنفقوا أيها الأغنياء. قال مسدد حارثة أخو عبيد الله ابن عمر لأمه قاله أبو عبد الله اللي هو الإمام البخاري يعني. وعن أبي قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان تكون بينهما مقتلة عظيمة
دعوتهما واحدة. ودي حصلت خلاص، الفئتان العظيمتان اللي كانوا مع ايه معاوية، واللي كانوا مع ايه سيدنا علي بن ابي طالب، دعوتهما واحدة. وحتى يبعث دجالون، يعني كذابين، دجالون كذابون، كل شوية يطلع لك ناس كذابين، واحد يدعي النبوة، واحد يدعي انه هو ربنا، كل شوية تطلع كذابين كتير، قريب من 30 كلهم يزعم انه رسول الله. وحتى يقبض العلم، كل دي علامات للقيامة، وحتى يقبض العلم، يقبض العلم ايه؟ بموت العلماء، ما يخلفهمش علماء بنفس قدر علمهم، فيقل العلم بالتدريج، وتكثر الزلازل، وتكثر الزلازل، وقت بتحصل زلازل كتير في اماكن كتيرة في الارض، يعني الايه؟ تبقى الارض غير مستقرة. ويتقارب الزمان، تقارب الزمان بسرعة ايه؟ وسائل المواصلات، يبقى تقارب الزمان بسرعة وسائل المواصلات المختلفة. وتظهر الفتن، الفتن التي تشغل الناس عن دينها، كل ما يشغل الناس عن الدين اسمه فتن. تظهر الفتن يعني تكثر وتشتهر، ويكثر الهرج اللي هو القتل، القتل. يعني احنا عايشين في العلامات دي على فكرة، اللي النبي بيقول وقد تستمر العلامة الواحدة عشرات السنين بل مئات السنين، فهم؟ ويكثر الهرج وهو القتل، حتى يكثر فيكم المال فيفيض، ويكثر المال، تلاقي كتير من الناس ايه الامراء بتوع البترول دول يبقى عندهم الاموال كده مش عارف يعدها، يعني لو قعد عمره كله يعد ماله ما يخلص، عمره يخلص ولسه ما خلصش عد ماله. فانت وبتشوف انت بعض الصور توصل يجي يعني يقعد مع رقاصة يخللها كل الاوضه دولارات، وتلاقي نازله عليها السما بتمطر دولارات يا عم، واخد بالك؟ مش بورقه بالدولار، لا ده الورقه ب 100 دولار، واخد بالك؟ ولو عنده ورقه ب 1000 دولار برضه ما يغلاش على العروسه وعلى الرقاصه، لكن تغلى على فقراء المسلمين بسبب الفساد وايه وشده حرصهم على الدنيا. احنا نعرف كثير منهم، نسمع انه بيبقوا عايشين يعني يعملوا العربيات والطائرات بتاعتهم فاخره بطريقه لا تتصور، حتى مقابض كل شيء يبقى ذهب خالص، فهمت ازاي؟ حاجه يعني غريبه. وعشان كده يقول لك يكثر فيكم المال فيفيض، حتى يهم رب المال من يقبل صدقته، يبقى ايه؟ يكثر المال الذي يرفض فيه الصدقه، ده بعد نزول سيدنا عيسى. وحتى يعرضه فيقول الذي يعرضه عليه لا أرب لي به، لأن لما تكون اقتربت الساعة بقى الناس همها في عمل الصالح، مش همه أنه يحصل دنيا. وحتى يتطاول الناس في البنيان، هديك أنت شايف نطحات السحاب بقت موجودة في كل حتة. وحتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني مكانه. وحتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون، فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. ولا تقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما فلا يتبايعانه ولا يطويانه، يكونوا لسه في السوق يعني بيتفرجوا على البضاعة تقوم عليهم فجأة. ولا تقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعمه، يبقى يدوب بس جايب اللبن وهيروح البيت عايز يشربه تقوم الساعة قبل ما يشربه. ولا تقومن الساعة وهو يليط حوضه، يعني ايه؟ بيصلح الحوض بتاعه بالطين فلا يسقي فيه. ولا تقومن الساعة وقد رفع أكلته إلى فيه فلا يطعمها، يعني كأن الساعة تأتي بغتة. ونسأل الله أن يسلمنا وأن يحسن خاتمتنا في الأمور كلها، ونقف على باب ذكر الدجال السبت القادم إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله.